هذول الناس اللي ما جت الحياة على ما يبون ومع ذلك نفسياتهم ممتازة، هم وش سووا؟ هم فعلوا صفات نفسية مهمة جدا، يعني بدءا من المكونات الخمس في البناء النفسي، بدءا أصلا هم فاهمين التصورات العليا فهم صحيح. يعني مش فاهمين إنه إحنا بشر مخلوقين في هذه الحياة، مطلوب مننا الهدف الأساسي من وجودنا في هذه الحياة وعبادة الله سبحانه وتعالى، ونحن في هذه الحياة نعمر الأرض بل نستطيعه، يمكن بعضنا ينجح بعضنا ما حينجح، بعضنا يحقق ما أهدافه في الحياة بعضنا ما يحقق أهدافه في الحياة، ما هي مشكلة، إحنا نجتهد ونسعى، المهم إننا ما نخسر الآخرة. هذه الصورة واضحة عنده، فهو بالنسبة له كل الأحداث هذه يعني هي أحداث في طريق السفر، يعني هو رايح من الكويت إلى مكة مثلا، في الطريق بنشرت السيارة، خربت البطارية، تتعطل الراديتر، كل 100 كيلو قعد له عذروب ولا مشكلة، وخلص البنزين ونفخ في البنزين أهم شيء يوصل، لكنه عارف أنه في النهاية يبغى مكة. هو في النهاية هذا التصور الكبير اللي هو مهيمن عليك مسيطر عليك، أنه أنت في هذه الحياة ماشي، قد تحقق أهدافك قد ما تحقق أهدافك، أنا حققت أهدافك الحمد لله، وهذا المطلوب أصلا، إحنا مطلوبنا مؤمن عمارة الأرض، مطلوبنا مؤمن نعمر الأرض بس الناس ما يحتاج أنك تذكرهم بعمارة الأرض، هم شغالين فيها يعني، هم أصلا حريصين عليها يعني، بس أنت تحتاج تذكرهم بأشياء دائما ينسونها، اللي هو أنه أنت لازم ما تنسى أنه أنت رايح مكة، أنه هدفك في النهاية مكة، هدفك في النهاية هو الآخرة، فأنت إذا استحضرت هذا خلاص كل الصعوبات هذه تهون. يعني حتى الناس اللي رايحين مكة مثلا ولا رايحين أي منطقة أخرى، يا ابن احنا خلينا نصلحها بس، وحنا لين نوصل مكة بعدين نشوف ايش يصير، صح ولا لا؟ صح. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟